طيب، يبدو أن موسم الكوارث البيئية في أوروبا لن ينتهي قريبا. بعد فيضانات ألمانيا وبلجيكا، حرائق قبرص واليونان، كانت هناك حرائق في جنوب إيطاليا التي لم تكد البلاد أن تلتقط أنفاسها منها حتى واجهت عاصفة جديدة. لكن في تناقض غريب، هي عاصفة برد في شمال البلاد. عاصفة البرد ليست كارثة طبيعية في حد ذاتها، لكنها كارثة عندما تتسبب في إغلاق جزء من الطريق السريع بين ميلان ونابولي لفترة وجيزة، وتلحق أضراراً بمئات السيارات حيث كسرت زجاجها الأمامي والخلفي أيضاً، ما أجبر السائقين على التوقف بجانب الطرق التي أغلقتها الشرطة، معلنة إصابة عدة مسافرين بجروح طفيفة. تابع هذا الفيديو. مؤذي جدا البرد بكل أحواله، لا هو مفيد للزراعة ولا مفيد للإنسان، مزعج جدا، لا يمكنك أن تفعل شيء سوى الاختباء، وهو مؤذي فعلا. وعليه فإن إيطاليا شهدت عاصفة برد في الشمال مع تزامن لحرائق في الجنوب بسبب موجات الحر، وكل هذا يضاف إلى قائمة طويلة بدأت في صيف 2021 من الكوارث الطبيعية التي روعت أوروبا، تسببت في مئات الوفيات طبعا بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. بينما كانت الولايات المتحدة في نفس الصيف هذا العام تواجه منذ أسابيع حرائق في جنوب غربي البلاد. كذلك الصين لم تنجو من هذه التغيرات المناخية. لا نريد أن نثقل عليكم بعدد الكوارث الطبيعية في هذا الصيف ولا أن نخرج في نشرة جوية، لكن هذا أمر لافت ومحير لكل من يتابع السوشيال ميديا والذين انقسمت آرائهم حول السبب الحقيقي في التغير المناخي. شاركونا بآرائكم حول ما هو السبب الحقيقي لهذا التغير المناخي. نترك لكم التعليقات عبر منصاتنا في التواصل في الاجتماعي في كله. على كل، مع هذا البرد وهذا الجو وهذا التغير المناخي نصل إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. شاركونا بقصصكم وأخباركم عبر منصاتنا المختلفة. عودنا نلقاكم غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.